هيدا بيرجع أكتر لحكاية مثل خرافي، بيحكوا عن 3 ثعالب كانوا كتير جوعانين وعم بينبشوا على أكل ومرق أول يوم وتاني يوم، خلص يعني وصلوا بالجوع لمرحلة إنه ممكن يعملوا أي شيء بس بدهم ياكلوا. فبالقرية اللي هن فيها ما لقيوا شيء، وأز بيقطع قطيع من الأغنام، وهن بدهم يعني قالوا بنلحق هالقطيع بركي منلاقي شي دجاجة شي ديك بالقرية اللي رايحين عليها. فتنكروا معهم، فاتوا بيناتهم بي انه ما عدوا مبينين، ومشيوا مع القطيع ووصلوا فعلا على القرية. قالوا خي اجا الفرج رح نلاقي اكل. شو بيطلع هالقطيع رايح على مجزرة، يعني في جزار ناطرهم اوف وعم يقطعوا واحد ورا الثاني بالقطيع ورا بعضهم عم يذبح في واحد بدوره. الاغنام. صح، فاللي صار انه وصل دور الثعلب الاول، ادارك انه انا لحظه رايحه الذبح، فنفض اجريه بس اجا دوره وهرب من ايدين الجزار وركض. شافه رفيقه الثاني وقلده وعمل نفس الشيء، قال يا عمي شو بدي بهالشغله وموت، نفض اجريه وكمان هرب. هلا وصل دور الثعلب الثالث، وبما انه كان كتير جوعان صار كل تفكيره هو بس كيف بده يقدر هلا يلاقي شيء ياكله. فوصل على ايد الجزار وما عار اي اهميه، ما انتبه انه انا هلا بمرحله قتل. اوف فهونيك الثعلبين ناطرينه، ما رجع ما اجى هالثعلب، ليه ما تصرف مثلنا؟ فبيقوم بيقول له الثعلب الثاني، اكيد ما هو ثعلب ذكي، قال له انه رح يقول له انه انا ثعلب مش حدا من الاغنام، ورح يفلته لانه رح يعرف انه ما بيفيد. قال له ما بيفيد يا عم، بيذبحوا بياخذ له جلده بيبيعه للتجار، انه اكيد مش رح يصدقوا الجزار اذا قال له انا ثعلب. فقال له الثعلب الثاني لكن عند البطون تضيع العقول.